إحداث هذا الفيديو لا علاقة لها بالواقع. الله يسمح لينا. قبل الزواج واحد لاني بديت بزاف نهار مابغيتش نشم شي شي ما عيتيش من هاد التخربيق الدوره في ناقيس فيان بغيتيش زعما تجمع راسك وبركه علينا من الدوره ودير الوقت اللي مخليه انا بحال ما هكا راه شنو الوقت اللي هديك سفيان جاك عارفه كلشي هادي ما الهضره كتجيب ليها راك عارفه هاد الدار ساكن معاهم الخدمه انا قلت لها الوالده والخوادريه والعيالات راه ما كيتفاهموش فاهمين نصبر ونفهمو ليك حصيرة وكاس الماء تكفيني معاك خمسة غنولي فشي حاجة مشيت عليا في الآخر وصافي هاني نعمنا الدور عييت والله عرفت أنا عييت وعندي هاد الفكرة ديال الزواج ماشي ما عندي هذا كيدير هذا هو الشعار اللي كننقص في الصالون تصاوبوا لا شي ودوم اللي كننقص عليهم ساعه لا لا انا ماشي اميمه اللي كنعرف اختي سمحي لي شوفي شنو كتقول لك الضحكه صاحبتي وي لا شوفي صحاباتنا الاخرين مجوجين كل ورده شوفي انت كي درتي كنتي ورده ودباليتي اختي انت راه ما جابكش مرا جابك دير الميراج جابلي ليه مو جابلي هالي وزي احنا كنا نجلس في الصالونات ونجي احنا باقي نمشي انا ويا الصالونات وتجي الزيت اللي خلي لي الصالون اميمه نعم ورد حباتي يا سفيان رانا راجلك كنت قول معك شوفي فيه كنت قول معك شوفي فيه كنت قول معك شوفي فيه عينك في عيني صافي دابا هادشي اللي بغيتي سمي 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 المهم كاين ماتش عندك جوج دقائق غنخرج مع حتى واحد في جوج دقائق غيخرجوا وغتجي عطيب لي من ناكل سير صافي سير جلا امي ما عندو تجري ويلي ويلي كانت مشانا يا اختي بغد لك يا امي راه يلا قاعده عليها قاعده هادي مالها عاوتاني امال شي مالك سمحوا لي ما ديروش مني خليت صوابر ضربنا نوضي صدي قدامي شوف اختي اللي غنقول لك مع دميت ما يدير قدام غسالك الا بغيتي شي جمعيه نديك لها يلا يلا نمشيو عند صاحبتنا الاخرى حفيده بغيت داري بوحدي نعم بغيت داري بوحدي كري ليا ولا شري ليا ولا شنو غدير انا راه عييت النهار الاول مزهميش على هادشي والنهار الاول كان كيفاش النهار الاول كان في راهي حصيره شبل على شبال اسمح لي يا سفيان علاش معاك ب 400 في النهار انت وليتي ما بقيتيش كيف كنتي كنظلمكش كنظلمنيش كنظلمكش واش انايا صحاباتي جايين عندي دابا بشاو يديروا لي الطرف زوجوك ولا صحاباتك ما فيها باس مره يجيو عندي انت تضل نهار ومطار وانت خدام فمك يحكم عليك مره ماشي يومين مره كنضل خدام مع امك امك مال امك كنضل نشقى على هي وخوتك راني عييت بزاف فين هي امك امي فيها امي واختك اختي وخوك خويا ولكن بزاف راه كلشي مهم عليا انايا راعي ليا سفيان بزاف هادشي راعي لك ايوا راعي ليا راعي لك دابا الله خصو هادشي في كلمه واحده شنو بغا بغيت نفرق بلا داري بوحدي كيفاش بغيتي تفرقي دارك بوحدي
بقيت داري بوحدي. واش دارك بوحدك؟ مرحبا جاتك. شنو على هذه الكلمه؟ عقل عليها. تحملي المسؤوليه؟ نتحملوها بجوج. تحملي المسؤوليه؟ علاش كون تحملها انا اللي مزوجه؟ نهار الاول تحملي المسؤوليه بجوج ديال الزواج، غتسكن معايا في الدار طططط الى اخره. دابا ولي ولات هضره اخرى. قلتي انت اللي باغي تسيري العلاقه. سمع سمع بنت الناس سمع. شي بغيتي دارك بوحدك وبغيتي تهزني صلاش عني. دابا بلا ما تقعد نفكر في راسي غادي نخليك نكمل الماتش. المهم انا اللي عارفه. نو غادي نخليك نكمل الماتش. غنفرق. غادي نعزل لك السير. حيت ما نرجع ديال نخدم نشوف هاد الوقت ولا ولا نمشي. شي مالك؟ حرت اختي حرت. ما عرفتش فين غبر عليا ثلاث ايام. شكون هو؟ سفيان. يا وليتي تشعل شكون هو؟ ما عيطتي لي؟ عيطت لي طاح التليفون. خوتو وصحابو خوتو ومو دارهم عارفين وفين كاين صحابو. اش كتقول لامها ولا خوها؟ شوف اش نقول لك، سير الكوميساريه قلب علينا يكون طايح مع شي وحده شد دقيقه. شنو عمل الشيطان طويل؟ لا اختي شوف اختي سمعي لي انا هاد راه كتعطي هاكا تقضي ويد راه مسكينه قلبها هادشي سمعي لي انا سيري قلبي اللي يكون مع شي وحده مخشش معاها. لا مالكاش راه غتولي جابه الصداع نهار وفرت كتشم. شاش من جابه الصداع الله يهديك اش جابه الصداع سكتي انتيا. واعصي اختي واعصي ليلى ايه بلاتي 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 عبد الغفور صاحبي ما سولتيش؟ ما مشيتش عندو ما سولتوش ما يكونش مشى معاه شي بيبي واش كتسنى؟ ولا سافر معاه واش كتسنى؟ تمشي معايا نمشي معاك يلاه زيد سلام عليكم الحمد لله بخير انتي بغيت نسولك عليك باش كنت فين هاد اليومين سفيان ولكن مخبي لك اميه سفيان دابا راه 15 يوم 15 يوم راه كنقلب ولكن اميه انت سفيان كيفاش كنتي عايشه مع بدار شحال نقول لك اخويا ماقدرتش ولكن اميه انت سفيان كيعاودني كبيرة وصغيرة، أنا عارف أي حاجة عارف على سفيان. النهار الأول قال لك غتصبري معايا وغتصبري مع أمي وغتصبري مع خوتي، وكنت ما بغيتيش الصبر. واش نصبر أخويا على الدراري والدريات؟ راك عارف خويا فين كنت عايشة وفين وليت عايشة، قلت نصبر ولكن جاني صعيب. النهار الأول كيموت الوش، هو النهار الأول ربحت معاك هذاك الوش، النهار الأول عطاك كلشي، قال لك أشنو كاين شنو كاين شنو كاين. فهمتي يا أميمة؟ بغيت كاع البنات اللي كاينين في حالك، اللي بحال أميمة. ميديروش حكي ما كدير هي ماشي بحالك. المهم اي واحد اي وحده كتبغي واحد الولد وقالت لي انها خاصها تصبر معاه خبز والماء معاك كفيه خاصها تكفيه خبز والماء ياك. المهم اي واحد او اي بنت كتبغي واحد الولد راه بنادم كيصبر بالقليل حتى كيعطيه ربي كثير. الواحد اللي يكون ديما يتعاون الزوجه ديالو والزوجه تعاون معاه وما تجيبش لي الناس يقول لي سداد راه تجوني سداد بزاف. المهم لايك لايك وسبسكرايب وما تنساوش بارطاجيو الفيلم هذا مع عشراتكم بحالكم و اي لايك يو. يلا مشيو شو قلبوا على سفيان. اي بو نو عطيب لي من ناوك سير صافي سير هذا اللي غنبقى الفيديو مصور يعني بغيت شي مونتاج يكون واعر البوز مع ديك التصفيقه هذاك ولا كنت سمعت غدير البوز بالتصفيقه كلشي بفيلم كامل حيت نرجع ديال نخدم نشوف هاد البطوله ولا نمشي أميمة أميمة مسطيها أميمة أميمة هاي فيديو ديالك في يوتيوب ها أنتم ما حصلتوا ها جيبوا حبي وزيبوا لجانب جيبوا حبي